اعرف انتوا ليه جبتونا عند راجل السائل دوت. انا عايز اروح استحمى. عشان ندور على الفلوس يا سيف. فلوس؟ ما الفلوس ما المجلة مع عم دهب. لا عم دهب اخد مجلة مش المجلة. احنا غلطنا في التشكيل يعني ولا مش فاهم منك حاجة؟ انا هفهمك. احنا كلمنا عم دهب قلنا له هنعمل معاك ديل، انت تطلعنا من كل القضايا اللي علينا واحنا هندي لك المجلة. وقلنا لأم سماح تجيب لنا عدد ميكي قديم. أم سماح مين؟ أم سماح دي خطيرة، عاملة زي الفيري كوين، عندها كل حاجة، كأنك قاعد في كارفور بالظبط. ده أنا قلت لها عايزة فانيلا لاتيه عملته لي وفي فوم كمان. إيه الخطورة في إن هي تجيب لك فانيلا عليها دوم يعني؟ مش مهم. أنا وشريهان حلينا الكلمات المتقاطعة وكتبنا مسج زي اللي جده بيكتبهم بالظبط وادينا له المجلة. واحنا بقى معانا المجلة الأصلية وسوحناها هو بقى بالمجلة المزيفة. يا ولاد اللذينة، يعني الفلوس ما ضاعتش ولا حاجة؟ ولا ملكش دعوة بالفلوس دي خالص، انت ليك فلوسك وبس. ال 571 جنيه. 571 جنيه بس يا شوشة؟ هو احنا في بيننا فلوس يا ماما؟ وبعدين ما تحكميش على حد وهو غضبان. هو احنا لسه هنحل اللغز تاني؟ انا عايز استحمى. خلاص يا سيف، we're almost done. وبعدين بقولك انا وشريهان حلينا الكلمات المتقطعة. بتقول ايه؟ بتقول ان الحل في العدد القادم. طيب بسيط يا جماعة، قولوا لي انتوا بس العدد القادم دوت رقم كام وانا اقلب لكم عليه الدنيا. ما هي دي المشكلة بقى، ان العدد اللي احنا لقيناه مكتوب عليه انه العدد الاخير. طب ازاي العدد الاخير ولسه في اعداد بتتبع؟ العدد الاخير اللي جده عمله قبل ما يبيع المجلة، مش العدد الاخير عامة. طب ازاي يا جماعة الحل في العدد القادم وده العدد الاخير؟ وعشان كده بقى احنا جينا لعم بندق قلنا هو اللي بيفهم. يا سلام، احلى كوباية شاي عملتها لكم بايديا دي، حب في حب. طيب يا عم بندق، انا هسألك شوية اسئلة كلها حب في حب ومباشرة، فلو سمحت خلي اجاباتك برضو مباشرة من غير لف وحوران. تحت امرك. تعرف العدد ده؟ ها؟ ياه. يا سلام، أيوة طبعا ده العدد الأخير. ده لي حكاية جميلة قوي قوي، تحب أحكيها لكم؟ لا مش وقته حكاوي بقى خالص. دلوقتي جده بيقول إن الحل في العدد القادم، في عدد بعد ده؟ أيوة طبعا كان في عدد بعد ده. يعني إيه كان فيه وراح فين؟ راح المطبعة، بس جدك بقى وقف طباعته على طول. وقف طباعته ليه؟ لا ده كان دي حكاية جميلة جدا جدا، حكاية طويلة قوي قوي. هو انت كل حكاياتك طويلة، ما فيش حكاية قصيرة تقولها لنا ونخلص. الله الله، في ايه؟ خلاص يا سيف خلاص، معلش يا عم بندق خليك معايا، هو عنده حق بصراحة. طيب العدد ده موجود في المطبعة؟ ايوه طبعا موجود في المطبعة. وحضرتك تعرف المطبعة دي فين اصلا؟ ايوه طبعا عارف المطبعة فين. اوكي يلا بينا. يلا ثانية واحدة يا جماعة. عم بندق انت متاكد انك تعرف مكان المطبعه فين؟ اكيد. ايوه طبعا عارف مكان. يعني مش هنروح وتقف تقول لنا كانت هنا وتهدد وتبنى مكانها حاجه تانية؟ ابراج نايل سيتي. يا اختي يا عم حرام عليك، انت بتعمل فينا كده ليه؟ ما تقول على طول وتنجز. ما انا بقول على طول. الله، انتوا اللي مش محددين الاسئله بتاعتكم، وانا قلت قبل كده اسالوا اسئله مباشره اجاوب اجابه مباشره على طول. انتوا قلتوا حاجه؟ الله، انتوا اللي قلتوا فين المطبعه؟ قلت لكم فين المطبعه؟ عارف مكان المطبعه؟ ايوه عارف مكان المطبعه. بس انت بتتكلم على ايه؟ الله، انتوا اللي بتتكلموا وخلاص. بس علينا يا عم شوقي مش شوقي ازاي؟ انا مش هتكلم، كمل يا سيف لو عايز تتنرفز. خلاص خلاص يا جماعه اهدوا كده، استهدوا بالله. بسيطه بسيطه جدا، احنا نروح لنجيب سويرس ونقول له يا حاج نجيب وانت بتهد وبتبني ما لقيتش عدد كده هوت وشلته على جنب، ممكن يكون شايله في تمراي مثلا ولا حاجه. انا مش هتحرك من المكان ده غير على بيتي عشان اروح استحمى. يا عم تستحمى، ما انت ريحتك زي الفل اهو. انا ريحه ما انت لتن. انا بجد تعبت، ربنا يسامحك يا جدو. يا جماعه انا مش فاهم انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ الله، مكبرين الموضوع ده عشان العدد راح والفلوس راحت. يا ست حتى لو كان العدد راح، الله، يبقى في المسوده. يعني ايه مسوده؟ المسوده دي زي العدد بالظبط، جدك الله يرحمه كان تملي يعمل مسوده كده ويشخبط فيها وتبقى زي العدد بالظبط. موجوده المسوده دي، موجوده في المرسم. ايه 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 مالكم؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ ما انتوا ما سالتوش عن المسوده على طول؟ انتوا سالتوا عن المجال؟ وانا قلت المجلة اللي في المطبعة. لو قلت على المسودة كنت قلت المسودة فين؟ اتفضل اتفضل بقى، ورينا فين الزفتة المسودة دي. حاضر حاضر حاضر.
هي كانت هنا نهار اسود ومهبب على دماغي. لا لا هو ايوه من داري انا فاكر كانت في الحته دي في الجنب ده في الجنب ده ايوه الجنب ده فين هي بقى؟ لا 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 هو الحمد لله الحمد لله عم بندق. نعم. انت متأكد ان العدد ده كامل؟ ايوه طبعا متأكد. متأكد؟ صراحة لا مش متأكد اكذب. العدد ده قصة واحدة بس ما فيهوش حوار. ايوه انا فاكر العدد ده بالذات كان جدك صور بس لكن ما حطش الحوار. يا سلام كانت قصة حلوة قوي 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 لسه فاكرها لحد دلوقتي. كانت بتعرف ايه بقى القصة دي؟ احكي لكم. تحكي ايه؟ بليز احكيها. بس هي القصة طويلة حبتين. طب ما تختصرها. اختصرها؟ انت هتختصرها. في ايه؟ طيب حاضر هختصرها. يلا. كان يا مكان ما يحلى الكلام. لا بقولك ايه يا عم بندق، انت لسه هتفضل تقولي ما يحلى الكلام وهنحشي الحمام؟ انا تعبانة واخدة برشام فلخص. لا خلاص ما دام خدت برشام لازم الواحد يخلص. شوفوا بقى كان في بطوط، بطوط ده كان ليه تلاتة، التلاتة دول ولاد اخوه، الواد سوسو وتوتو ولولو. لولو ده كان شقي قوي، ولد كان شقي جدا. هو لولو ده كان ولد؟ قطة. انجزي انت كمان، لولو يطلع ولد يطلع كلب مالكيش فيه، اسمع القصه وخلاص. التلاته دول كانوا تملي يتخانقوا مع بعض، مش طايقين بعض. على ايه؟ على لعبه صغيره قوي كده. قام جه ميكي راح واخد اللعبه دي ومخبيها، وراح راسم خريطه وعمل لغز. اللي يحل اللغز يوصل للعبه. جم يحلوا اللغز لقوا في لغز تاني. يحلوا اللغز لقوا في لغز تالت ورابع وخامس لحد اخر المشوار حلوا اللغز الكبير. وصلوا للعبه. جي ميكي راح واخد اللعبه دي، وعشان هما بدل ما كانوا بيتخانقوا وبدل ما كانوا بيزعلوا مع بعض وبدل ما كانوا مش طايقين بعض بقوا بيحبوا بعض، متكاتفين متحبين مترابطين. عشان كده ميكي عمل لهم لعبة كبيرة زي اللعبة الصغيرة دي للتلاتة، واداها لهم مكافأة عشان حبهم لبعض. خلصت الحدوتة.